أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المباشرة لوقائع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة، حيث تم استقبال سيادته من قبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجرى مراسم الاستقبال الرسمية حيث عزفت الموسيقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين. إذن قمة مرتقبة مصرية كويتية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شقيقه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قمة مصرية كويتية تؤكد على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية وعلى كافة الأصعدة ما بين مصر والكويت، حيث تعد هذه العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به في تاريخ العلاقات العربية والعلاقات الدولية، ومن المرتقب أن تناقش عدة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية ما بين الزعيمين. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بك. أولا، يعني زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت، ملفات عديدة سوف تناقش على طاولة هذه القمة، كيف تقيم هذه الزيارة بداية؟ في البداية طبعا أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا الزيارة زيارة مهمة جدا في توقيت مهم، في احنا شفنا الجولات اللي كان بيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل في وزار من دول الخليج، طبعا كان زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، طبعا كل ده في إطار التنسيق الواضح بين الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي في الأمور الهامة اللي بتطفو على السطح في الوقت الحالي، من ضمنها العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، العلاقات الأمنية والسياسية والتنسيق لكل الأمور التي تهدد أو فيها مخاطر تواجهها المنطقة بشكل عام. احنا شايفين ان في تحركات في منطقة الشرق الأوسط، محاولات للتنظيمات إرهابية عبر الحدود انها تعيد مرة اخرى اماكنها او تعيد انتشارها مرة اخرى، في بعض الدول الكبرى او الإقليمية بتسعى الى التدخل في بعض دول المنطقة. لازم يكون في تكتل عربي، خلي بال حضرتك ان في القمة العربية اقتربت، واعتقد ان في يجب ان يكون هناك تنسيق عربي على العديد من الامور المهمة اللي هيتم طرحها خلال طبعا القمة العربية ومناقشتها بشكل اوسع، ولازم يكون في توحيد للرؤى وتوحيد للمفاهيم خلال الفترة دي. فأعتقد أن الزيارة دي طبعا بالفعل زيارة مهمة، العلاقات مع دولة الكويت علاقات صحيح. قديمة زي ما حضرتك قلت، علاقات كلها متميزة. لا ننسى موقف دولة الكويت مع الدولة المصرية بعد 30/6 ومساندتها للشعب المصري وللثورة المصرية، وأعتقد أن الرئيس في أكثر من مرة وجه الشكر لدولة الكويت على وقوفها بجانب الدولة المصرية بعد 30/6. هناك العديد من الاستثمارات، هناك العديد من المشروعات الكبرى كلها بشركات كويتية تهدف إلى تحسين الاقتصاد وتحسين الدخل المصري في وقتها، كان شيء مهم جدا. بجانب طبعا احنا عارفين ان وقوف الدولة المصرية بجانب دولة الكويت في غزو العراق والقوات المصرية اللي قدرت ان هي تحرر دولة الكويت، كل ده تاريخ طويل من العلاقات الثنائية، العلاقات الحميمة، العلاقات بين الأشقاء بين مصر ودولة الكويت. صحيح، يعني هو نموذج فريد يحتذى به في العلاقات العربية وفي العلاقات الدولية ما بين مصر والكويت. مصر يعني كانت من أوائل الدول التي يعني أيدت استقلال الكويت عام 1961 ووقفت بجانبها في الكثير من المواقف. كيف تقرأ خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يمكن أن تسهم به في توحيد الرؤى العربية، خصوصا ونحن يعني على أعتاب قمة عربية مرتقبة ستعقد في الجزائر؟ هو زي ما قلت لحضرتك ان هي علاقات قوية جدا ومؤثرة، واحنا لو شفنا حتى الجالية المصرية اللي متواجدة في الكويت تعتبر من اكبر الجاليات العربية اللي موجودة في الخارج، وطبعا
في اهتمام كبير من الدولة الكويتية بيهم، وأيضا زي ما حضرتك قلت أن مصر وقفت مع دولة الكويت في من أوائل الدول اللي اعترفت بيها في الأمم المتحدة، وأيضا مصر كان ليها دور مهم جدا ودور قيادي في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي، وقدرت الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية أنها تكون من أوائل القوات اللي وصلت إلى العاصمة الكويت وحررتها. وطبعا العلاقات الثنائية والعلاقات بين مصر ودولة الكويت دي أعتقد الرؤى اللي هيخرج من الاجتماع النهاردة إن شاء الله، أعتقد أن دي هيبقى ليها كبير جدا في زي ما حضرتك قلت واحنا قلنا في البدايه ان هي على القمه العربيه القادمه. اعتقد ان هي يجب ان يكون هناك تنسيق بين كافه الدول في المواقف الواضحه التي تخص منطقه الدول العربيه في الوقت الحالي، فلازم يكون في تنسيق. صحيح. ما هي ابرز استاذ جميل، ما هي ابرز تلك القضايا التي يعني في حاجه الى تنسيق وتوحيد الرؤى ما بين الدول العربيه؟ هو طبعا اهم قضيه هو القضيه الليبيه وكيفيه اجراء الانتخابات وحل الازمه في الاراضي الليبيه، ايضا مقعد السوري في صحيح. أستاذ جميل، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ جميل عفيفي. إذن مشاهدينا الكرام، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت منذ قليل، وكان في استقباله ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لعقد قمة مرتقبة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. فور وصول الرئيس عزفت الموسيقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين. إذن العلاقات المصرية الكويتية تعد مشاهدينا الكرام نموذجا يحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية بين دول العالم، بما تتميز به من تفاهم واتفاق لمعظم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها إحدى العلامات الفارقة، يمكن أن نقول ذلك، والمتميزة في تاريخ التعاون والتضامن العربي المشترك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت، تأتي هذه الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون على جميع الأصعدة. أخذت تلك العلاقات بين البلدين في النمو بشكل كبير عبر السنوات الماضية، ومن خلال التنسيق والتعاون المثمر في مختلف القضايا التي تنوعت في جميع الميادين السياسية والاقتصادية وأيضا العسكرية والثقافية والتعليمية والإعلامية والصحية والزراعية، كذلك العلاقات أيضا الاجتماعية التي تربط الشعبين المصري والكويتي. العلاقات المصرية الكويتية على الصعيد الاقتصادي علاقات متميزة بشكل كبير، هناك استثمارات كويتية كبيرة في مصر، وهناك أيضا تبادل وصادرات مصرية إلى دولة الكويت للتعرف على أفاق التعاون الاقتصادي ما بين مصر والكويت. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، يعني كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة على الجانب الاقتصادي وتعظيم الاستثمارات ما بين البلدين؟ صباح الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين. خلينا نقول ان العلاقات المصريه الكويتيه بتتميز علاقات يعني نموذج يحتذى به ما بيننا وما بين اشقائنا في الكويت. العديد من الاستثمارات الكويتيه في مصر طبعا لها البعد الكبير جدا في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري كان كمان من أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعم المشروعات كان من الأساس منذ تولي السيد الرئيس، وكان في مؤتمر نعلم جيدا اللي هو مؤتمر الاستثمار، وكان موجود فيه رحمة الله عليه الشيخ صباح، وكان بيدعم مصر دعم كبير جدا في زيادة من حجم الاستثمارات والتبادل التجاري. العديد من المشروعات بتقوم بها دولة الكويت في مصر، طبعا مشروعات سواء
مشروعات أساسية وسواء مشروعات لوجستية في بعض من المناطق اللوجستية الكبيرة. اللي احنا بنشوفه زيادة الاستثمارات بتكون على أولويات فخامة الرئيس النهاردة في الملفات اللي يعني في المناقشة ما بين مصر ودولة الكويت، وهتكون حاضرة حضور كبير جدا. طبعا ده دعم كبير من أشقائنا من الكويت لدخولها الاستثمارات المباشرة داخل مصر. احناها طبعا زي ما كنا بنتحدث المشروعات اللوجستية أو المنطقة اللوجستية، مشروعات في تطوير البنية التحتية، مشروعات في المناطق البحيرات في مصر. أعتقد ده الحمد لله نموذج يحتذى به من العلاقات المصرية الكويتية. دكتور مصطفى، يعني حجم الصادرات إلى دولة الكويت وأيضا تحويلات العاملين بالخارج إلى مصر، نحن نتحدث عن عمالة مصرية يعني تتواجد بقوة ولها حضور في دولة الكويت. مظبوط يا فندم. طبعا احنا بنتكلم ان في زياده في حجم التبادل. عندنا كمان العديد من العاملين في دوله الكويت من المصريين بيقدروا ما بين 300 ل 400 الف مواطن تقريبا على ما اتذكر الرقم، وده رقم كبير جدا. وطبعا في زياده في الاستثمارات الكويتيه في مصر لدخولها للدوله المصريه خلال الفتره القادمه، وبيتم مناقشتها بالعديد من هيئه الاستثمار مع القيادات هناك في الحكومه. وزياده كمان الامر التحويلات المصريين اللي الحمد لله بتزيد يوم بعد يوم، زي ما احنا بنشوف تحويلات المصريين اجماليها النهارده بيتخطى 30 مليار دولار على دخولها للدوله، ولكن في زياده اكثر ما بيننا وما بين اشقائنا في الكويت. حجم التبادل التجاري دكتور مصطفى بين مصر والكويت في عام 2020 يعني وصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، والكويت تعتبر يعني أكبر أو ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات. دلالة هذا الأمر وكيف يمكن في المستقبل تعظيم مثل هذه الشراكة الاقتصادية ما بين مصر والكويت؟ دكتور مصطفى تسمعني؟ مرة أخرى دكتور مصطفى، نحن نتحدث أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في عام 2020 وصل إلى 5 مليارات دولار، والكويت تعد يعني ثالث أكبر شريك تجاري عربي بعد السعودية والإمارات. كيف يمكن تعظيم هذه الشراكة الاقتصادية في المستقبل، خاصة كما ذكرت أن هناك العديد من المشروعات اللوجستية والقومية يعني مصر شرعت في تنفيذها الفترة الماضية؟ مظبوط يا فندم. طبعا نواصل حديثنا بعد طبعا قطع عذرا يعني. طبعا هو حجم التبادل التجاري ما بيننا وما بين الكويت يقدر فعلا بحوالي 5 مليار دولار، ويمكن في ازدياد اكثر من ذلك. واحنا بنتكلم ان في دايما دخول من الاستثمارات المباشره من الكويت لمصر، ودعم كمان للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، وفي رعايه كبيره جدا من وزاره التجاره والصناعه للمقترحات اللي دايما بتكون معاها ما بيننا وما بين الكويت عن طريق السفير الكويتي في مصر. بنشوف ان يعني الكويت فعلا بتحتل المرتبه رقم 3 في دول الخليج لدخولها للاستثمارات والدول العربيه كمان. بنشوف ان في ملتقى كمان للاستثمار اكثر من مره، يعني زي ما بيقدر حجم الاستثمارات الكويتيه في مصر بتبلغ اكثر من 16-17 مليار دولار، رقم كبير جدا خلال الفتره الماضيه، ويمكن اكثر من ذلك كمان خلال السنتين الماضيه، يمكن وصلنا لاكثر من 20 مليار دولار حجم استثمارات كويتيه. ان احنا كمان بنبعث رساله طمانينه لكل المستثمرين في مناقشتنا للاستثمارات ما بيننا وما بين اشقائنا في الكويت، ان هي بتكون يعني تحت رعايه فخامه الرئيس السيسي وتحت رعايه الشيخ امير الكويت. ده بالنسبه لنا نماذج كبيره جدا، اعتقد بتدي طمانينه لكل مستثمرينا من اشقائنا في الدول العربيه. الى جانب مشروعات تطوير البنيه التحتيه والمشروعات اللوجستيه، برايك وبعين الخبير الاقتصادي، ما هي ابرز القطاعات التي يمكن ان تشهد تعاونا اقتصاديا ما بين مصر والكويت؟ طبعا هو في العديد يا فندم من المشروعات، بالاخص طبعا مشروعات زي مشروعات تنميه سيناء، ودخلت فيها دوله الكويت الشقيقه باستثمارات كبيره. دعم المشروعات التنمويه في جنوب سيناء بتقدر باكثر من 3 مليار دولار، وطبعا افتتاح العديد من الانفاق ودعمها لانفاق شرم الشيخ، زياده طبعا المشروعات السياحيه اللي بنتكلم عنها، زياده حجم الاستثمارات في المنتجات الغذائيه، في مجال الطاقه، في مجال الصناعه.
الكويت ليها بعد كبير جدا، ويعني زي ما بنقول كده من المؤسسين لعدد من الاستثمارات الضخمه في مصر خلال السنوات الماضيه، سواء في الزراعه سواء في الصناعه، وبتزيد يوم بعد يوم. واللي احنا بنشوفه الفرص الاستثماريه اللي بتطرحها دوله الكويت دايما بتكون فرص استثماريه مباشره وطويله المدى، بتحقق نجاحات كبيره جدا وبتكون معانا بشراكه فعلا زي ما بنقول كده شراكه استراتيجيه في الاستثمار وايضا في الاوضاع الاقتصاديه. وفي كثير من مذكرات التفاهم اللي بين مصر وما بين الكويت للعديد من المشروعات اللي احنا بنتكلم عنها دايما، بتطلب زياده في التمويل. صندوق التمويل الكويتي بيحقق نجاح كبير جدا في دخوله للاستثمارات المصريه، سواء بقى في تحليه المياه، يعني محطه تحليه المياه بتاعت بحر الفقر طبعا ليهم باع كبير جدا في تمويلها، زي ما احنا بنشوف في تنميه سينا، زي ما بنشوف في عدد من المواني، زي ما احنا بنشوف في وسائل النقل والمشروعات النقل. اعتقد كل دي يا فندم نماذج ناجحه بيقدمها دولة الكويت والصندوق الكويتي للمشروعات الاستثمارية داخل مصر. والنهاردة فخامة الرئيس دايما يعني زي ما بيقولوا بيرعى دايما أن يكون في تواصل مع القيادة السياسية في الكويت لإنجاح الشراكة، وأن يكون السوق العربية هي أبرز الشراكة وتعاودة المصالح لتحقيقها ما بين الشعوب ما بين بعضها. هذه الاستثمارات ما كانت يعني تتحقق على أرض الواقع لولا يعني قوة الاقتصاد المصري وشهادة كبريات المؤسسات العالمية والإقليمية باستعادة الاقتصاد المصري لعافيته. مؤشرات كثيرة تؤكد يعني ارتفاع معدل النمو، استثمارات عديدة في قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد المصري. برأيك إلى أي مدى جاذبية الاقتصاد المصري يمكن أن تستطيع أن تجذب الكثير من الاستثمارات سواء الكويتية أو غيرها؟ خلينا فندم نقول أن الحمد لله شهادات الثقة اللي بنحصل عليها من الخارج مبنية على المجهود والعمل الدقيق اللي بتقوم به الحكومة والقيادة السياسية في إنجاح التجربة والبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، اللي هو الحمد لله أدى بارز أمام أعين العالم جميعا، اللي احنا وصلنا النهاردة لأكثر من معدل نمو 5.5% تقريبا على النص عام المالي اللي احنا متواجدين فيه. الامر الثاني اللي احنا بنحقق نجاح في وفره الطاقه الكهربائيه، عندنا وفر النهارده في المحاصيل الزراعيه الحمد لله، عندنا استقرار سياسي ومجتمعي، ده بيدينا شهادات التصنيف الائتماني المرتفعه من كل المؤسسات العالميه، وده اللي بيبرز دورنا النهارده ان احنا ازاي نحقق مصلحه ما بيننا وما بين اشقائنا في الدول العربيه. فضل. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. ومن الاقتصاد الى افاق العلاقات السياسيه المصريه الكويتيه ينضم الينا الدكتور احمد السيد احمد خبير العلاقات الدوليه. اهلا بك دكتور احمد. يعني علاقات سياسيه متميزه، تطابق وتقارب في الرؤى السياسيه تجاه العديد من الملفات والقضايا الاقليميه والدوليه، كيف تقرا التقارب السياسي ما بين مصر والكويت في هذه الفتره؟ تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع ان العلاقات المصريه الكويتيه نقول هي علاقات شراكه استراتيجيه متميزه وممتده، وتمثل نموذجا يحتذى لما ينبغي ان تكون عليه. صح. العلاقات العربيه في التعاون المستمر على المستوى الثنائي وتطوير هذه العلاقات وتشابكها على كافه ابعادها السياسيه والاقتصاديه والتجاريه والثقافيه والشعبيه بين البلدين. صحيح. وفيما يتعلق ايضا بالتنسيق والتشاور المستمر في مواجهه التحديات والتهديدات التي تواجه الامه العربيه، وهي تحديات كثيره ومتعدده من داخل الاقليم ومن خارجه، وبالتالي هذه العلاقات شهدت طفره، وهم يحتفلون البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسيه بينهما. وطوال هذه الفتره شهدت العلاقات محطات تاريخيه، كانت مصر دائما الى جانب الكويت، وايضا الكويت الى جانب مصر، وقفت الكويت الى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي، العدوان الاسرائيلي في 67، ودعمت مصر وايضا وقفت مصر في حرب تحرير. صحيح. في حرب 73 وقفت مصر ايضا الى جانب الكويت في حرب تحرير الكويت، واعتبرت مصر ان امن الكويت هو جزء من الامن القومي المصري، وان امن الخليج هو جزء من الامن القومي المصري وجزء من الامن القومي العربي، وترجم هذا في سياسات وافعال واقوال على ارض الواقع، ترجمت حقيقه الخصوصيه التي تجمع مصر مع دول الخليج وبالطبع منها الكويت. لان نقول ان مصر ودول الكويت والمملكه العربيه السعوديه والامارات
وغيرها من الدول العربية تمثل الآن القلب الصلب في النظام الإقليمي العربي الذي واجه تحديات متعددة وتهديدات كثيرة، تدخلات خارجية، انتشار الإرهاب، الصراعات، الحروب، الأزمات. مصر الآن تكون قاطرة صحيح للعمل العربي المشترك في مسارات متوازية ومتكاملة، مسار تدعيم العلاقات الصناعية، تدعيم التعاون الاقتصادي، مش منهج التنمية والازدهار والاستثمارات المتبادلة وتفعيل الموارد وتوظيفها نحو تحقيق الرفاهية والتنمية للشعوب العربية ولكل المنطقة، مع مسار التنسيق والتعاون المستمر فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الخارجية التحديات. نقول كما أنت أشرت هناك توافق يصل إلى حد التطابق في الوجهات النظر في المواقف بين مصر والكويت فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا المختلفة، دعم العمل العربي المشترك، دعم القضايا العربية وعلى مستوى بالطبع القضية الفلسطينية، تسوية الأزمات العربية والحروب والصراعات المشتعلة في كثير من دول المنطقة، في ليبيا، في سوريا، في غيرها، وفق مفهوم دعم الدولة الوطنية، مؤسساتها الشرعية، ربط الميليشيات والفكر الإرهابي والفكر المتطرف وغيرها من ربط التدخلات الخارجية، أيضا تطابق البلدين فيما يتعلق بمواجهة آفة العصر وسرطان المنطقة وهو الإرهاب والجماعات الإرهابية والفكر المتطرف الذي يستخدم الدين لأغراض سياسية. أيضا هناك تطابق فيما يتعلق بدعم القضايا العربية فيما يتعلق بتدعيم العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية في قيادة القضايا العربية، خاصة أن الكويت تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية. وبالتالي هذه الزيارة للرئيس السيسي للكويت اليوم تأتي في سياق مهم، ولقائه مع شقيق أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح بتعكس قوة وحيوية وهذه العلاقات الصلبة المترسخة عبر عقود طويلة، بتعكس أيضا حجم التعاون والتنسيق المستمر وحرص وتواصل الإرادة السياسية لدى قيادات البلدين في تنمية وتطوير هذه العلاقات، في دائما وجود آليات مؤسساتية للتنسيق والتشاور المستمر، ومنها آلية القمة الرئاسية التي تعكس دائما حرص البلدين على التكاتف، على التعامل وعلى التنسيق فيما يتعلق بتنمية العلاقات ومواجهة هذه التهديدات والتحديات للأمة العربية. الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. إذا قمة مصرية كويتية مرتقبة ستعقد بعد قليل، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه وشقيقه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قمة من المنتظر أن تناقش العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية وتؤكد على التشاور والتنسيق المستمر ما بين مصر والكويت. إذا وصل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى دولة الكويت، وكان في استقباله ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقى العسكرية والسلام الوطني للبلدين. 60 عاما من العلاقات المتميزة المصرية الكويتية تعتبر نموذجا يحتذى لما تكون عليه العلاقات العربية والعلاقات الدولية. تغطيتنا ما زالت متواصلة مع حضراتكم لزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت ووقائع القمة المرتقبة ما بين مصر والكويت.